كيفاه نركبو السيفون لافابو. رايحين نستعملو السيفون ريموس اللي يتكون من لاغري بولون بلاستيك جوان سيليكون والسيفون. نسحقو التورنوفيس شيفونا بابي افير و لاكور بي في سي. نديفيسيو البولون نحيو لاغري ومن بعد نحيو السيفون من تحت. نضفو لافابو والفتحة مليح. نحطو جوان فوق السيفون ومن بعد نفكسيو الكل تحت لافابو. ومن فوق لافابو نحطو لاغري ومن بعد نثبتوها بالبولون. زيروه بيا بالتورنوفيس ديتونديو السيفون ومن بعد نقراتيو ليبو تاع السيفون بابي فير ديرو لاكور بي في سي في لوبو تاع السيفون نثبتو السيفون بهاد الشكل ونستناو حوالي 30 دقيقة باش تنشف لاكور. مخدوم 100% بلاستيك. تثبيت السيفون على شكل اس تستعمل كوسيلة لتفادي رجوع الرائحة. منتوج جزائري.